إخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قناة راعي الغنم، قناة الكساب. تنوجه الشكر لجميع الكسابة الإخوان اللي صراحة يعني في الأيام الأخيرة ديال العيد الأضحى، الحمد لله دازت بخير وعلى خير. وشت بأن في السوق النعجة اللي كانت داخلة يعني سمانت وداها العياد، أغلبية غير النعجة الشارفة، النعجة الكبيرة. تنحيي جميع الكسابة اللي حافظوا على هذه السلالة وما استغناوش وما جابوش النعجة الصغيرة، يعني ما دخلوش النعجة الصغيرة، ما دخلوهاش السوق وما تذبحاتش. وهذا شرف للسلالة التي مضيت وشرف لجميع الكسابة. وإن شاء الله الغنم إن شاء الله يكثر القطيع وتزاد إن شاء الله، وتبارك الله عليهم. تنقدم لهم هذا الشكر هذا. واي استفسار الاخوان مرحبا، والتعاليق ديالكم ان شاء الله تنقراوها كاملين. وتنشكركم بزاف الناس الكسابه اللي تعلقوا، شكرا لكم بزاف، يعني سواء ايجابي سواء سلبي. ونصيحة اللي نعاود نقولها لجميع الكسابة، تهلا في القطيع ديالك، تهلا فيه، خير موجود هذا العام الحمد لله. ان شاء الله الغنم غي تبان فيها الولادة قبل ما تبان الولادة كاع. تهلا وكل مزيان، راه ان شاء الله الخروف البكري غادي يكون موجود. بالنسبة للثمن اللي داز هذا العام هذا، راه كان فيه ثمن مزيان الحمد لله، لا بالنسبة للعياد لا بالنسبة للكساب.